ازيك يا حسام باشا؟ ازيك يا طه؟ عرفت عنواني منين؟ مين اللي يسأل ما يتوهش؟ مش هتقول لنا اتفضلوا؟ مين الافندي؟ دي كامل اخويا اللي كان منتن ما انت عارفه. لا بس دلوقتي اتغير على الاخر، بقى بيستحمى وبقى يحط برفان. واضح ان مش هو الواحد اللي اتغير وبقى يستحمى ويحط برفان يا طاهر. كلنا اتغيرنا يا حسام بيه. هو الزمن بيخلي حد على حاله. معاك حق. انما انت ايه اللي تحضر بيك الحل تحت قوي كده؟ ده اني الدمعه كانت هتفر من عيني لما شفتك في المخروب الكباريتي. مستني ايه من واحد رد سجون زي؟ وايه اللي حصل يعني يا باشا؟ انت مهما حصل هتفضل الباشا الكبير بتاعنا. ده كان زمان. انما انت ما شاء الله، يعني ايه اللي نقلك النقله دي؟ معينوك مدير الاداره وانا مش دريان ولا ايه؟ اداره ايه يا باشا؟ يعني بعد اللي شفته بعيني وشفتهم رموك في السجن اكتئبت من الشغلانه وسبتها وبقيت بشتغل في التجاره. تجاره يالا انت هتصيع؟ وانت كنت لاقي تاكل ولا حيلتك حاجه من اساسه؟ انا بشتغل مدير عند اخويا كامل المنتن ده، هو وشريكه. اخوك ده؟ ايوه. عقبال امانتك له واحد صاحبه راجع من ايطاليا معاه فلوس ايه بالزوفة. وطبعا ما لقاش غيري انا واخويا طاهر عشان يامن لنا على فلوس. بتشتغلوا في ايه بقى؟ في الاستيراد والتصدير. بتصدروا ايه؟ بهايم؟ احنا مش بنصدر، احنا بنستورد كل حاجه من الصين. ما شاء الله. واضح ان الشغل ماشي معاكم واشيتكم معدن. هذا من فضل ربي وكله بالحلال يا حسام بيه، وعشان كده احنا جايين لك النهارده. جايين لنا؟ عايزين ايه؟ عايزينك تشتغل معانا. اشتغل معاكم؟ اشتغل معاكم يا مصطفى، انا ما بعرفش صيني. بيقول لك ما بيعرفش صيني. يا باشا ده انت تعرف الكفت يا باشا، واكيد بحكم شغلك في الداخليه لك علاقات في المواني وعلى الحدود. ده حقيقي؟ بس ده هيفيدكم بايه؟ يفيدنا كتير قوي. ما هو انت لو مسكت لنا اداره التخليص الجمركي عندنا في الشركه هتخلص لنا عمليات كتير وبسرعه، وانت معارفك يامي. وده هيفيدكم قوي يعني؟ ايه اللي هيفيدنا يا باشا؟ يا باشا تايم از موني. تايم از موني؟ والله بقيت تتكلم انجليزي يا مصطفى. يا باشا يعني هي جت عليا؟ لا، جت لحد عندك وتحت رجليك وجت عليا انا وده سيبني. ما احنا بقى جايين لك عشان نهيل بيو، يعني نساعدك ونشيلك بقى قبل ما العجله تفرمك وتضحضح عضمك. الدنيا غداره يا حسام باشا، واني بصراحه من ساعه ما شفتك امبارح واني مش على بعضي. طب ده انا ما عرفتش انام طول الليل، حتى اسال الواد كامل. انا يا اخويا طاهر عمره ما يكذب ابدا. جنان انت هو انا. وانتوا شايفيني ماشي برايه الهدوم مقطعه ولا ايه؟ العفو يا باشا، بس انت باشا وهتفضل طول عمرك باشا. وبصراحه يعني شغلانه بلطجي دي مش لد علي. انت حقتك يا باشا تقعد في مكتب ويكون متكيف، وتبقى حواليك سكرتاريه وتبقى مدير، وتاخد 5000 جنيه في الشهر. كم؟ 5000 جنيه يا باشا. 5000 جنيه؟ هي شغلانة التخليص الجمركي دي بتكسب قوي كده؟ أمال، ده احنا بنستورد شحنات بألوفات، واللي يخلص لنا مصلحتنا بسرعة لازم نحليله بوب. قلت إيه يا باشا؟ قلت إيه؟ ولو إني مش مرتاح لكم بس ما فيهاش والي. خليك ورا الكداب لحد باب الدار.